وأخيرا خلصت امتحان. تعبت كتير. لسه ما خلصتي يا جيتي. شو قصدك؟ عم قلك خلصت امتحاناتي. أنا اليوم قدمت آخر مادة. صار فيني أحضر عرس عمتي فريحة وأنا مرتاحة. شوفي ليش ساكتة؟ إذا قلتلك شو صاير وعديني ما تحكي لحدا. بوعدك بس احكي لي. شوفي بصراحة عمي إقبال. شبو أبي؟ عمي إقبال ناوي خطبك لظافر بعد فترة قصيرة. كيف؟ شو عم تحكي نيلام؟ معقول؟